لا يعني كلياتنا عم ضلنا نحكي وقت انه نحن قاعدين بالبيت، ما في شيء عم نعمله غير انه عم ناكل وعم نتسلى من بعض شوي ومننام بساعات غلط تماما. ليلنا نهار ونهارنا كثير قالب وقتنا وما في تنظيم صار ابدا للوقت، لانه ما في دوام نظامي وما عم نروح كل يوم مع الشغل بوقت معين، فمع هذا البقاء عم يشكل كثير في خربطه بحياتنا اليوميه، وصار النشاط المنزلي كثير خفيف، وصار في عدم ممارسه للرياضه هي كانت يوميه عند بعض الناس، وهذا الشيء عم يزيد الامر سوء. اليوم نحن كيف فينا نتبع انشطه رياضيه، او فينا نحكي مو انشطه رياضيه ولكن انما هو اليوغا، الشيء اللي في ناس ما بتآمن فيه ولكن هو قادر بلحظة من اللحظات على أنه يزيد مقاومة الجسم للأمراض، خصوصا الأمراض النفسية. وبنفس الوقت باليوغا في بعض التمارين الرياضية يلي نحن بنقدر نستعيد لو بجزء بسيط عن طريقة بالرياضة. رح نتعرف عن هالموضوع اليوم مع الكوتش أبو الخير الخطيب. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم يا رب. كوتش السيدلاني أهلا وسهلا فيك. فاليوم بدنا نسألك كثير أسئلة يعني باختصاصك ككوتش باليوغا واختصاصك أيضا كصيدلاني. أهلا وسهلا فيك. كثير من الأشخاص يمكن كانوا ملتزمين بالرياضات بالجيم، بنوادي رياضية، برياضة المشي بالهواء الطلق، وخاصة بهالطقس الحلو. واليوم في يعني بظل الاجراءات اللي عم تتخذها الحكومه بالالتزام بالبيت، سكرت النوادي ومن السته للسته الناس ملتزمين. خلينا نحكي كيف فينا نعوض يعني فترات القعده بالبيت بانه نحن نمارس فيها رياضه صحيحه لجسمنا السليم ولصحتنا النفسيه ايضا. صحيح. هلا اليوم اي شخص اي تمارين جسديه مع زيادة الوعي للنفس هي تمارين جيدة. okay. اليوم احنا ما في من الصبح بنبلش تمارين تمطيط، بنبلش تمارين احماء، نزيد وعينا للنفس لحتى تكون هي كافية لنا تزيد الدورة الدموية، نرفع جهاز المناعة عنا، مع المرافقة انه بقلب النهار بنكون عم نعمل تمارين رياضية ان كانت كيوغا او كتمارين لتزيد العمليات الاستقلابية وحرق السعرات الحرارية بالجسد لما تكون كافية. يعني اليوم في كثير ناس مثل ما قالت ليا كانت متعودة على الرياضة، صارت لا في عندها هذا القعدة المملة بلحظة من اللحظات وهي كثير عم تتعب منها. كيف بنقدر نبدأ نهارنا من الصبح؟ خلينا نبلش بشيء إيجابي وبنفس الوقت يكون مهم بالنسبة لجسمنا مشان ما يصير في هذا التعب من القعدة أصلا. تمام. هلا نحن كرياضه يوغا بنقول اول شيء واهم شيء لازم الشخص يتعلمه بدايه هي طريقه النفس الصحيح. خلينا نتعلمها سوا. صحيح. نحن لازم نعرف كيف نتنفس نفس كامل هادئ وعميق من الانف، شهيق وزفير كامل. مع الشهيق نحن بنوسع البطن، مع الزفير بنشد عضلات البطن للداخل. لذلك حناخذ شهيق مجرب بنشد بننفخ البطن للخارج، مع الزفير منشد من نقمل قبض لعضلات المعدة لحتى نطلع أكبر كمية من الهواء، نعمل ضغط من الحجاب الحاجز على الرئة ليطلع أكبر كمية من الهواء. فلذلك بالشهيق منزيد نسبة الأكسجين، بنفوت نسبة الأكسجين لكل حويصلات الرئوية ولكل الأجزاء بالرئة ليزيد نسبة الأكسجين بالدماغ. تماما. قديش مهم أنه نرافق عمليات الشهيق والزفير حالة من الريلاكس بجلسة أو بقعدة صحية وصحيحة من التأمل، مرافقة إلى موسيقى كمان. خلينا نحكي عن دور الموسيقى قديه بتشكل حالة من الهدوء. تمام. هلأ بالنسبة للكائن الإنساني هو الحواس الخمسة هي بتعمل له هيك إلهاء، فلذلك إذا بيقدر الكائن إنه ينقل وعيه من الخارج للداخل هون ببلش يزيد الوعي عنده، ببلش بيقدر يشوف الأمور من غير منظور. فلذلك نحن يكون قاعدة بالبيت رايقة مع موسيقى لطيفة، ما يكون في روائح وخذة، صوت عالي، يكون قاعدة مريحة إن كان جلوس إن كان متربع. ببلش يغمض العيون مشان ما يلتهي،
ينقل وعيه من الخارج للداخل. كيف ما انت بس تغمض عيونك بتصير كل افكار الدنيا بتصير. وهذا اللي نحن بدنا، نحن الانسان دائما بيمرق معه من قلبه لازم يفكر. لا أوكي. كل ما تمرق فكره بيركز على النفس، نحن بدنا ننقل الوعي من الخارج للداخل بالتركيز على فكره واحده فقط واللي هي النفس، شهيق وزفير بطني هادئ وعميق. كل ما مرقت فكره ليت جو، ما يركز عليها للفكره. شهيق زفير بيقعد مثلا 5 دقائق 10 دقائق، كل فتره بيطولها بتصير عنده نمط حياه وبيقدر يشوف اثاره على نفسه وعلى وعيه. مش كالاف الافكار مثل ما قلتي لي، عن جد بس نغمض بعيونه وبلحظه من اللحظات بنبلش نفكر بكل المشاكل الحياه، بشغلات صارت بشغلات ما صارت، بيصير هذا الشيء بينعكس يمكن على التوتر الموجود جواتنا، بصير كثير عندنا ستريس قوي ما بنقدر انه نخلص منه بسبب هي الافكار. اليوم بعد هذا انه النفس اللي انت عم تحكي عنه واللي كثير مهم انه نحن نطبقه بحياتنا اليوميه، ايضا اليوغا فيها بعض التمارين، شو هي التمارين اللي مهمه انه هي لجسمنا مشان ما يصير عندنا حاله انا ذكرت قبل انه بيصير اصلا الام مفاصل، الام عضليه بسبب القعده الدائمه. صحيح. اليوم كمركز سوري لليوغا والتامل بالتعاون مع اللجنة العليا لليوغا والطاقة، وخلال هالأزمة اللي عم نمر فيها تم تفعيل مشروع إطلاق تقنيات لليوغا عن بعد، اللي هنا عم ننزل فيديوهات على اليوتيوب وعلى الفيسبوك على صفحة المركز السوري لليوغا والتأمل، أي شخص قاعد بالبيت بيقدر يفوت ويتابع معنا التقنيات ويطبقها. اليوم نحن لما نرافق تمارين النفس مع حركات جسدية عم يكون في عنا تمارين كوقاية لزيادة الدورة الدموية ورفع المناعة، والتمارين لا سمح الله بحالة الإصابة عم تكون علاجية. بكثير من البلدان كان بالأوروبية أو الأمريكية تم إجراء دراسات على أكثر من 9000 شخص بحالات الربو، بحالات الأمراض التنفسية عم يكون في نسبة أكثر من 90% من الشفاء بواسطة الرياضة، بواسطة رياضة اليوغا واللي هي بتعتمد وميزها عن غيرها من تقنيات النفس. ونحن شفنا صدقا كمان انا بعد تجارب الاشخاص اللي مرضوا بالكورونا، ما بعرف اذا شفتيهم ليا، ومنهم اشخاص سوريين، ويعني هن ان كان في فنانين سوريين اصيبوا بالخارج او اشخاص نزلوا انه هن التزموا ببيتهم اثناء المرض وبالحجر المنزلي وباخذ المسكنات نوعيات معينه والرياضه، كله قال انه بعثوا لنا تمارين نعملها لحتى نحن نتخطى موضوع الكورونا. تماما. اليوم نحن اذا بنلاحظ اغلب مشاهير العالم خاصة بالحجر الصحي عم تكون اليوغا هي الخيار الأول، يعني هي بتشتغل على 3 مستويات، جسد وفكر وروح. إذا كان الجسد سليم بيؤدي انه يكون فكر والروح سليم، يكون الشخص متوازن على كل المستويات بيؤدي انه يكون هو صحيح جسديا وفكريا. نعم. وبيرتفع عنده جسم المناعه. نعم كوتش، دائما بدنا نحكي عن المرافق للرياضه هو الغذاء الصحيح والصحي ايضا، خلينا كمان نحكي عن غذائنا قديش لازم يكون صحي وفيه فيتامين سي وفيه خضار كثيره لحتى كمان هيك يعطي مناعه لجسمنا. بعلوم الطاقة واليوغا بيأمنوا بالبلانت بيز دايت اللي هي النظام النباتي، واللي هو فيه كتير من البروتين من الفات والكربوهيدرات، نظام مليان ألياف بيزاعد على زيادة الدورة الدموية، رفع المناعة، زيادة الطاقة الداخلية ليعيش الشخص بشكل صحي. نحن بنعرف كتير اليوم من الفاست فود قديش إلى تأثير سلبي على الحياة، قديش المشروبات الغازية، الأكل المعلب الجاهز، هذا كلياته بيسحب، مو بس إنه هو عم يضعف، بيسحب طاقة من الجسم وبيسحب نيوترينتس من الجسم. لذلك نحن كثير لازم ننتبه للسعرات الحرارية اللي عم ندخلها، مو بس لكميتها، لنوعية السعرات الحرارية. اليوم واحد فيه ياكل كيلو جزر وفيه ياكل مثلا 100 جرام فات. انت تاخذي هي او هي. صحيح. شكرا كثير لك كوتش وللنصائح اللي قدمت لنا اياها، معلومات لازم كلياتنا نحاول انه نستفيد منها لحتى نتخطى هي المراحل اللي عم نمر فيها على خير ان شاء الله. انا بس حابب اتشكر الاعلام والاخباريه السوريه على هيك تسليط الضوء على اليوغا وعلى الرياضه بالبلد والصحه النفسيه والجسديه للاشخاص. اكيد بتشكر كل المدربين والمتدربين بالمركز السوري وعلى اكيد رئيس اللجنه العليا لليوغا الشارقه
على نشر السلام والخير والمحبة للجميع، وإن شاء الله بتمنى الخير للجميع. أهلا وسهلا فيك وشكرا لك لنصائح اللي قدمت لنا إياها.